اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه مع جهاد. بقينا الفتره دي بنسمع عن ظواهر مجتمعيه وعادات وسلوكيات انتشرت بشكل رهيب، مش بس في مصر بس، لا في الوطن العربي كله. زي مثلا الام العربيه اللي هي رمت اطفالها في النيل. انا مش عارفه ازاي جالها قلب ان هي ترمي اطفالها في النيل. مش بس كده، لا ده جبروتها كمان جابها ان هي ترجع تشوف اطفالها دول غرقوا ولا لا. يعني فين عاطفة الأمومة في ده؟ أنا مش عارفة فين. كمان في الطفل اللي هو اتعدى على أمين الشرطة، يا ترى ده مثلا تربية غير صحيحة مثلا، ولا سلوك الطفل ده ناتج عن إيه؟ ظواهر بقينا بنشوفها ما كناش بنشوفها قبل كده، زي مثلا الأم والأب، المشاكل اللي بينهم. إحنا قلنا كتير يا ريت يكون المشاكل ما بين الأب والأم بعيد عن الأطفال. يعني الطفل اللي هو مامته سابته على السرير 9 ايام لحد ما اتحلل، طب ده يا ترى ناتج عن ايه؟ كل ده هنعرفه مع خبير التنميه البشريه وتعديل السلوك الدكتور علاء غندور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. حضرتك، الظواهر اللي حاصله في المجتمع دلوقتي اللي ما كناش بنسمع عنها قبل كده، زي مثلا ظاهرة التحرش، زي مثلا الأم اللي رمت أطفالها في النيل، يا ترى ده سببه إيه أو ناتج عن إيه؟ ألو، أي دكتور؟ قبل ما نرجع للدكتور تاني هنرجع للموضوع نفسه. احنا دلوقتي مش عارفين يا ترى السبب ده ايه. هل قلة التوعية اللي فيها الامهات؟ لان الاطفال دول انا يعني ظاهرة زي اللي هي بتاعت الام دي، يعني ده الامومة مزروعة جوه اي بنت من ساعة ما ربنا بيخلقها. فازاي جالها قلب كده، وكمان جالها قلب ان هي تتفرج على اولادها او تتأكد ان هم غرقوا؟ طب ده يا ترى ده ايه، مرض نفسي مثلا ولا سوء توعية؟ يعني مش عارفة بصراحة ده عقلهم فين. طيب والأب والأم، الأب بيسافر وبيشتغل، الأم اللي سابت طفلها الرضيع اللي ما كملش شهور لحد ما اتحلل من غير لا أكل ولا شرب، ده عقلها فين؟ لا أنا قادرة أقول عليه مرض نفسي، ولا في نفس التوقيت قادرة أقول عليه يعني مثلا قلة توعية، ولا يعني مثلا تنشئة غير سليمة. برضو في انتشار السوشيال ميديا دلوقتي. ورجع لنا الدكتور تاني. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا فندم. شو اخش بالموضوع على طول؟ اتفضل يا فندم. النهارده احنا عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي اتكلم بشكل مبسط. الانسان عباره عن ايه؟ 3 حاجات. حاجه اسمها الأنا والأنا العليا والهوى. ببساطة شديدة الأنا بيمثل الإنسان الطبيعي الهادئ البسيط اللي يعرف الحق ويعرف الأصول. الأنا العليا هو الضمير والمثالية. تمام. الهوى ده عبارة عن الشر والجزء المختص بتحقيق الرغبات الشريرة الشيطانية والشهوات والرغبات الغير شرعية. تمام. الإنسان البسيط بيعرف الأصول وبيتعامل معاها، فبيحصل صراع بين الأنا العادية الإنسان الطبيعي وبين الشرير. الشرير غالبا بينتصر وتنتصر الرغبات والشهوات الشريرة اللي لا تخاف الله ولا تعرف الحرام، وبالتالي بتزداد الجرائم. ما احنا بنتكلم في النقطة دي يا دكتور، احنا الحاجات دي ما كناش بنشوفها قبل كده، ما كناش بنشوف ولا نسمع على الحاجات دي، انتشرت بشكل رهيب بشكل مبالغ فيه يعني. فيا ترى سببه ايه؟ اتفضل. زمان في مناخ عام ان في اخلاقيات
في قانون العيب، في احترام، في تربيه، في تمام، اب شديد نمشي البيت، في ام حنونه، في في توعية. التزام، في احترام. تمام، النهارده الام لم تؤهل للتربيه، الاب مطحون في الشغل، الاولاد في الشارع، مين بيربيهم؟ الشارع. الشارع. تمام، المدرسه ما بتربيش والبيت ما بيربيش. فاحنا تمام، عندنا الانسان في حاله تخبط، معيش نفسه في دور الضحيه، وهو اصلا جاني. ما في فيش البعض توعية يعني يا دكتور. بيتخيل ان هو عنده فراغ، عنده فضول، عايز يجرب الخيانه، عايز تعمل علاقه على الفيس او اي كذا، تمام، وبالتالي بتصور لنفسها انها مظلومه ولازم تاخد حقها من المجتمع، طب وذنب الأطفال وبالتالي إيه؟ بتنساق في عمليات خيانه زوجيه. اما اتكلم على الطفل اللي هو اللي والدته تعدى سابته. على امين الشرطه، هذا الطفل طفل مدلل يتعاطى المخدرات كما قرانا في الميديا، تمام، وبالتالي لم يتعلم تحمل المسؤوليه واحترام الاخر. يعني نرجع السبب في الموضوع دوت اللي هو التنشئة الغير صحيحة. بالظبط. تمام، كمان بيجد اللي هم بيتعاملوا معاه على انه هو السيد عشان ابن فلان الفلاني، فمن امن العقاب اساء الادب. تمام، الانسان لما بيكون في حاله تخبط ما بيلاقيش اليد الحنونه القويه اللي بتوجهه، فبيستمر او مفيش رادع الضمير. للغلط، مفيش رادع للغلط، بيغلط بالظبط. ومفيش رادع للغلط يعني. البعد عن الدين، البعد عن الاخلاق، صح، البعد عن الضمير، غياب القدوه صحيح، بيخلي معظم الناس يعني ما تمشي في الشارع هتلاقي سلوكيات الناس سيئة للغاية. كل واحد بيشوف نفسه، رغم اننا انا بقول في قاعدة بتقول تعاون تسعى لخدمة فرد افضل 1000 مرة من خدمة فرد لنفسه. الشهوة بدأت تسيطر على الانسان، الغرائز بدأت تسيطر، محدش شايف. انتشار المخدرات اصبح بيدمر بيدمر الشباب، شباب البلد يعني، مستقبل، بالظبط. مستقبل شعب، شعب كامل. طب دكتور بعد إذن حضرتك، هو سوء التنشئة أو التربية هو اللي مؤثر في كده بس، ولا انتشار السوشيال ميديا برضو والإنترنت والحاجات اللي بنشوفها على النت دي؟ أولا الدراما التلفزيونية والسينمائية لها تمام، دور كبير جدا في التقليد، بيقلدوا بشكل مجنون، بياخدوهم قدوة. وللأسف بيركزوا على النماذج السلبية طول المسلسل، تمام، والبطل الضحية الغلبان ياخد حقه في آخر 10 دقايق، وكأن المجرم الخاين المزور المرتشي المجرم هو البطل. تمام، ما بنحاولش نركز في الدراما على الأعمال الإيجابية، على البطولات، على يمكن مؤخرا في مسلسلات رائعة زي الاختيار وغيرها وغيرها، دي بتركز على البطولات، على التضحيات، وده احنا محتاجين نكتر من أمثالها. احنا محتاجين بالإضافة إلى اعمال ذلك تعمل نشر وعي بين الشعب. بالظبط الميديا كمان، الميديا كارثة الكوارث. ده هي بقت متابعة السوشيال ميديا اكتر من القنوات حاليا يعني، فهي بتأثر بالظبط اكتر من القنوات. بالظبط. فتأثيرها ان اللي قاعد على الميديا مختلف الأهواء والأمزجة والاتجاهات تمام، والتحريضات، بيبقوا في ناس بتستغلهم ومستأجرين لبث معلومات معينة لتدمير أخلاقيات شبابنا الشباب. وشعبنا. صح، فإحنا مستهدفين. ف
فاحنا عايزين نفهم الصح والغلط. وانا بناشد كمان رجال الدين تعديل الخطاب الديني بالشكل المبسط اللي الكل يفهمه، واللي يراعي النفسيات بتاعت انماط الشعب على كافه المستويات والاعمار والاعمال. طب ازاي نعالج السلوكيات الخاطئه دي يا دكتور؟ ازاي نعالج السلوكيات الخاطئه دي وننشر الوعي بين المجتمع؟ اولا اتفضل. لازم نعمل تاهيل نفسي للمعلم وللطفل الطالب والمعيد في الجامعه واستاذ الجامعه، ونضيف مواد علميه تربويه في جميع المدارس والجامعه. بمعنى تاهيل نفسي ان انا بعلمه فنون الحياه التربويه الايجابيه اللي تصنع منه انسان عظيم ورائع. اصنع من الطفل زوج رائع، اب عظيم قائد مجتمع، ومن البنت الصغيره زوجه رائعه، ام عظيمه نجمه مجتمع. بشتغل على البيت وعلى الاسره. لازم اعمل تعديلات كبيره على الدراما، التلفزيون، الاعلام، الميديا، من خلال ندوات، من خلال محاضرات. لازم يكون في تركيز. الاب والام سلوكهم بيختلف، لازم يكون في جمع شامل بين الافراد، افراد الاسره دايما. طب حضرتك اللي بتقول ده بالنسبه للجيل اللي هو لسه هينشا او الجيل الطالع يعني، طب بالنسبه للجيل الحالي الجيل نعالج الحالي السلوكيات دي ازاي؟ هقسمه لجيلين. جيل المراهقين ده جيل متمرد، لازم يد حنونه قويه مفكره تحتويه وتفهم فكره ماشي ازاي وتتعامل معاه من هذا المنطلق، كأخ، كصديق، كصديقة، وتوجهه بالشكل اللي هو يفهمه ويستوعبه للطريق الصحيح فين. الجيل الثاني اللي هو الجامعي وما بعد الجامعي. ده بيحتاج توعية فكرية، نفسية، سلوكية. لازم لما يتعامل مع أي جهة حكومية يلاقي الناس بتتعامل معك كإنسان. عندك كمان أطفال الشوارع لازم يكون ليهم جهة مختصة تربوية تعتني بيهم. المقبلين على الزواج، ودي كارثة كبيرة، نسبة الطلاق مجنونة لأن لا يتم تأهيل المقبلين على الزواج، كمان تأهيل الحموات. طب بيتم ربنا ازاي؟ ربنا يصلح حالهم. بيتم ازاي؟ ويبطلوا تدخل. بيتم ازاي التأهيل؟ التأهيل زي برنامج بيتم فيه تعديل النفسية والفكر والسلوك. الإنسان عبارة عن مجموعة أفكار نتيجة تراكمات معينة، تراكمات نفسية وخبرات حياتية وتجارب، سواء تجارب شخصية ليه أو تجارب المحيطين حوله. فبيبدأ ياخد انطباع ويكون شخصية معينة. وللأسف في حواليه مش علاجية أو بياخدوه لاتجاه خاطئ واللي بنسموهم رفاق السوء. تمام. فإحنا لازم يلاقي في كل مسلسل، في كل مقال، في كل صحيفة، في الأب، في هنا، في هنا، اللي بياخد بإيده. المتخصصين كتير واحد منهم. أتمنى ان يكون في حمله قوميه توجه لكل قطاعات المجتمع من اجل تاهيل نفسي وفكري وسلوكي وتربوي. احنا بنواجه كوارث يوميه، كوارث ومصمصه الشفايف لوحدها غير كافيه، لابد من تدخل حكومي بشكل قومي بعيدا عن اللجان المنبثقه واللجان مش عارف مين. لا، عايزين ناس تربويه توجه الصح عشان ننقذ ما يمكن انقاذه. هي مش ظاهره ولكنها بتوجعنا،
ظاهره فرديه او تصرفات فرديه، ولكن بتوجعنا، فعايزين نتخلص منها لانها بتاثر على كل افرادنا. نتمنى كل بشكر حضرتك يا دكتور، بشكر حضرتك على المعلومات الجميله، ويا ريت نكون قدرنا نوصل معلومه استفاد بيها المشاهدين. وهنروح للفقرة التانية، نروح لفاصل وبعدين نرجع لفقرتنا التانية مع الأستاذة أمل أنور، أخصائية تعديل سلوك ومؤسسة مبادرة طفولة مريحة. هنتكلم فيها عن إزاي نساعد الأم إن هي يبقى عندها وعي، وإزاي يبقى عندها تأهيل نفسي في التعامل مع طفلها، وهنتكلم في كل ما يخص التعامل الطفل مع تعامل الأم مع أطفالها. وإن شاء الله بإذن الله نروح لفاصل ونرجع مع الدكتور مع الأستاذة أمل. ايوه والله عارف يا سيدي ان الدعايه مهمه، والله عارف، بس انا بصراحه يعني مش لاقي حد يعمل لي حاجه تكون جديده ومختلفه وفيها نظام يعني. طب ما جربتش ليه تشتغل مع شركات دعايه؟ ياه يا عم، اشتغلت مع ناس كتير بس كل شغلهم واحد ومفيش اي تجديد ولا فكر. طب ما تجرب وكاله كونسبت الاعلاميه، سمعت عنها؟ ايه وكاله كونسبت دي؟ يعني بيعملوا ايه يعني؟ وكاله كونسبت الاعلاميه يا سيدي هي اول مكان في مصر بيقدم خدمه الارت دايركتور، يعني تصميم وتنفيذ الافكار التسويقيه الناجحه. ودي ممكن تفيدني بايه يعني؟ مش فاهم يعني. بص يا سيدي، اول حاجه عندهم فريق اعداد كامل مختص انه يدرس كل حاجه تخص مجالك، وكمان عندهم احدث استوديو تصوير هيقدروا من خلاله ينفذوا أفكار إعلانية ناجحة تميزك في مجالك، وكمان عندهم تصوير فوتوغرافي كامل لو شغلك محتاجه. إيه ده بجد؟ كل ده عندهم؟ أيوة يا سيدي، وكمان هتلاقي فريق كامل لإدارة كل صفحاتك على السوشيال ميديا، وبيقدروا ينفذوا أفضل تصميمات الجرافيك اللي تميز شغلك عن أي حد تاني، وبيقدروا يعملوا زون إن على أي شارع أو منطقة أو محافظة عايز تستهدف الناس اللي عايشين فيها علشان يعرضوا شغلك عليهم وبطريقة مبتكرة. إيه يا عم كل ده؟ ده كده مش ناقص بقى غير إن أنا أطلع على التلفزيون. ودي بقى أهم ميزة موجودة عندهم، إنك لو حبيت تعرض إعلاناتك أو تتكلم عن مجالك في أي قناة في التلفزيون هيقدروا ينفذوا ده ليك وبالشكل اللي يناسبك. يا نهار أبيض، ده على كده بقى انا هقاعي كتير قوي في الحاجات دي كلها معاهم. لا متهيألك، وكانت كونسبت هتقدر تنفذ اي حمله اعلانيه ليك بالتكلفه اللي تناسبك وتقدر عليها. طب بقول لك ايه، مكانهم فين لا مؤاخذه يعني؟ عشان كل اللي انت قلته ده بقى انا محتاجه ولازم اروح اشوفه بعيني. العنوان سهل خالص، 21 شارع وادي النيل قصاد المجمع الطبي المسجد الحمديه الشاذليه جنب نادي الزمالك على طول في المهندسين.